الطريق الجلود تمشي ترفع رويتك ترفع ايدك الجلود على اليمين كل واحد واقف مكلس عليه كل واحد كل ماشي كل جلود قاعد مكلس عليه طريق بتخوف يعني وناس مقطعة ومش قادر مش قادرين نعمل إشي ناس مقطعة في الشارع مدفعية حوالينا اليهود جنبنا مش قادرين نعمل إشي إيش نسوي قصفونا عند عيدية أنا وأهلي أمي الحمد لله استشهدت هي وأختي وستي وبنت عمي أبويا في العناية مش قادر أوصل له الطريق والله صعبة وبهدلة ومشي أكثريتها معايا كثير كثيرية ومعاي عجوز على كروسة ومعاي عم كبير في السن